كابتن خطيب بيطمئن على بعثة النادي الأهلي في جنوب إفريقيا. حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الاتصال ببعثة الأهلي في جنوب إفريقيا والاطمئنان على الفريق عقب وصوله هناك، استعدادا لخوض مباراته المرتقبة مع سان داونز في دوري الأبطال يوم السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات. تواصل رئيس النادي هاتفيا مع الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وكذلك السفير أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا الذي كان في استقبال بعثة النادي الأهلي بمطار جوهانسبرغ. وجه كابتن محمود الخطيب الشكر للسفارة المصرية والقائمين عليها لاهتمامهم بفريق الأهلي والعمل على تسهيل مهمته لتحقيق نتيجة إيجابية تساهم في تأهل الأهلي لدور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا. لم يتمكن رئيس النادي من حضور اجتماع مجلس الإدارة الذي جرى اليوم وكذلك متابعة المباراتين الأخيرتين أمام المريخ السوداني وبيراميدز في ملعب الأهلي والسلام نظرا لحصوله على قسط من الراحة بناء على تعليمات الطبيب المعالج الذي طلب منه الابتعاد بشكل مؤقت عن أي ضغوط أو أعمال تسبب له الإرهاق في الفترة الحالية. الحقيقة وأنا الحقيقة مش ما بقتش حابب إن أنا أتكلم عن التعب اللي عشان الناس بتقعد تقول لك أصل أنت بتقعد تطبق، لا خالص. كابتن محمود الخطيب إن شاء الله يبقى زي الفل، يعني الحمد لله الأمور مستقرة، الدنيا جميلة، الأمور كان بس هناك بعض التعب ومش الدكتور بس الحقيقة. يعني كل الناس اللي حوالين الكابتن محمود الخطيب يا كابتن من فضلك ريح شويه لغايه لما خلاص الدكتور قال له لازم تريح 4 5 ايام على الاقل. فيعني الدنيا تمام واحنا ما بنحبش نتكلم في هذا الامر كثيرا، ولكن تلاقوش الكابتن محمود متابع لكل شيء لكل شيء، فيش كبيره ولا صغيره بتحصل. يعني هو مريح بس مجرد ان هو قاعد في البيت بس مريح شويه، يعني ربنا يديله الصحه وان شاء الله يرجع بالسلامه ويقوم ويبقى زي الفل ان شاء الله. هو زي الفل يعني ما تقلقوش، الامور جيده جدا 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 الحمد لله.